السلام عليكم، مباشرة من المحلات أواني شعيب. ومن جديد كندير معكم اللايف، هاد المرة من المحل ديالنا ديال المدينة القديمة، المحل ديالنا اللي مقابل مع الساكة اللي لاصقة في المارشي ديال باب مراكش. عندنا بزاف ديال الجديد وعندنا بزاف ديال السلع اللي فريمون سبيسيال. كتجيو عندنا بعض المرات كتقولوا لينا السلعة اللي عندكم في القريعة راه ما كايناش في المحل ديال المدينة. هاد المرة جبنا لكم السلعة كاملة وكلها متواجده، وكاينين بزاف د اللعيبات اللي فريمون غتقدروا ما تلقاوهمش في بلاصه اخرى، وغتلقاوهم في المحل ديالنا ديال المدينه القديمه عند اواني شعيب. اول حاجه غادي نبدا بها واللي فريمون سبيسيال عندنا هاد الايامات هو هاد لو باك. هذا راه مازال درنا فيه هاد العرض هاد السيمانه هذه، اليوم الجمعه وغدا اليوم الجمعه وغدا السبت والحد. الباك العجيب باك شعيب اللي فيه الفراقة ديال جوج طبقات، واللي فيه تبصيل وسبعة ديال الطباسل صغار، وفيه البلاطو اللي كيصلح بلاطو وديال الحلوة وديال الكيكة، وكتسقي فيه الرفيسة وكدير فيه حتى كسكسو. هاد الباك كامل اللي هو باك شعيب، اي واحد مشيتو عنده عند محلات اواني شعيب سواء في القريعة ولا في المحمدية ولا المحل ديالنا اللي كاين في البرنوصي او المحل ديالنا ديال المدينه القديمه، غتقولوا للدراري لي كوميرسيال اللي عندنا هنا عطيوني باك شعيب، غيعطيكم هذا الباك هذا بكل سهوله. رائع جدا، والثمن ديالو هو 4000 ريال. جبنا لكم عاوتاني، ها هو شوفوا كيفاش كيجي هنا. جبنا لكم هذا البراد هذا ديال الزاج، واللي فريمون هو دايرين فيه ثمن سبيسيال. هذا راه كيتحط فوق البوطه، ما كيتفرقع ما حتى شي حاجه، والثمن ديالو هو فريمون سبيسيال، اللي هو الكبير ديالو 100 درهم والصغير ديالو 1800 ريال. البراد رويال ديال الزاج، وتا في الديكور ديالو رائع، شي حاجه فريمون سبيسيال وجديده في العالم ديال البراد. بزاف التويشيات كنا كنشوفوهم في الافلام التركيه وفي المسلسلات وداك الشيء، اليوم اواني شعيب جابها عندكم مباشره، وغادي يقدر يدخلها للبيوت ديالكم وبثمن فريمون زوين ورائع وجد مناسب. كنا كنتفرجوا في افلام تركيه وكنشوفوا هاد البريدات الرائعين، وكنا كنشوفوا هاد البلاطوات الزوينين، وكنا كنشوفوا هاد الكيسان الزوينين، وكنا كنقولوا واو هادشي واعر، ولكن الثمن كنا كنلقاوه طالع بزاف وما كناش كنقدروا نتقداو فيه. هاد المره جبنا لكم السلعه الزوينه ولكن الثمن فريمون سبيسيال. الناس كامل اللي كنشوفوا اللايف بغيتكم كاملين تعطيوني اكبر عدد ديال لجام القلوبه، واكبر عدد ديال البارطاج، واكبر عدد ديال لي كومونتير، لان هاد القلوبه والبارطاج ديالكم راه هو الدعم لينا باش كيخلينا دائما نجيبو لكم الجديد. البلاطو واعر، الثمن ديالو كيدير 3000 ريال. هاد البراد هذا بزاف الناس سولوا علينا، ما بقاش ديسپونيبل في القريعه، ما بقاش ديسپونيبل في المحمديه، ما بقاش ديسپونيبل في البرنوصي، ولكن كاين في المحل ديال المدينه القديمه. الثمن ديالو 120 درهم. البراد واعر وزوين وكيجي في الحطه ديالو خطير جدا، وثمن جد مناسب اللي هو 120 درهم. 2400 البلاطو، 3000 ريال الكيسان، 1800، وكاينين هادو كيديروا الكيسان هادو كيديروا 1200 ريال. دائما كنذكر وكنعاود الباك 4000 ريال، في اي لحظه يقدر يسالي هاد السولد هذا. باك شعيب الثمن ديالو 199 درهم. جيو وتقداو وبروفيتيو ليا مع راساتكم. انا عارف راسي درت هاد اللايف هذا فهاد الوقيته ديال الناس اللي كيتغداو دابا، وكاينين بزاف الناس اللي يلاه طلعوا من الجامعه وداك الشيء، ولكن اللي ما شافش اللايف دابا غيشوفوا ان شاء الله في العشيه. كنذكر نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، المحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه. خمسه ديال الناس ان شاء الله اللي غادي، هذه مهمه هذه، خمسه ديال الناس اللي غادي يجيو هما الاولين غدا السبت غادي تقدا غتاخذ كادو، وخمسه ديال الناس اللي غادي يجيو هما الاولين نهار الحد غتقدا غتاخذ كادو. هذه بالنسبه للمحل ديالنا ديال المدينه القديمه. خمسه ديال الناس اللي غادي يجيو غدا هما الاولين، كنحلوا مع 10 ديال الصباح. خمسه ديال الناس اللي غادي يجيو غدا هما الاولين المحل ديالنا ديال المدينه القديمه غادي تقدا مباشره، غادي تستافد من عندنا بهديه رمزيه زوينه اللي الثمن ديالك يتراوح ما بين، دائما كنقولها، ما بين 20 درهم و 60 درهم، 1000 ريال 800 600، هذا هو الثمن ديال الكادو اللي كنعطيو للناس اللي كيجيو هما الاولين. ولكن ما تنساوش انه اي واحد جا تقدم عندنا من المحل ديالنا ديال المدينه القديمه، ما تنساوش انكم اواني شعيب في المدينه القديمه، ما تنساوش تجيبوا معكم ورقه مكتوب فيها الاسم ديالكم
كامل مع رقم التليفون، وان شاء الله الطومبوله غتكون هاد اليومين هذا، وهاد الطومبوله هادي هي اللي غتربحوا معنا فيها باك، وغتربحوا معنا فيها مقلة عجيبه، وغتربحوا معنا فيها بزاف ديال الكادوات اللي فريمون زوينين وسبيسيال عند اواني شعيب. المحل ديالنا هو هذا، بقاو معايا باش نوريكم الجديد. فقط نذكر ان المحل ديالنا فين كاين، حيت بزاف الناس مع الاسف كيبيعوا الاواني هنا وكيكذبوا، تيقولوا هذا هو المحل ديال شعيب، ولكن المحل ديال شعيب هو هذا. هاي كاين هنا اواني شعيب، وكاينه معلقه حتى هنايا، ومقابل معنا هذا الباب الصغير ديال المارشي. ها هو المارشي اللي دائما تنقول لكم المارشي ديال باب مراكش. المارشي ديال باب مراكش عنده باب لهيه كبير، وعنده باب صغير من هنايا، هو هذا. بقاو معايا، غادي نحاول ندخل المارشي. المارشي ديال باب مراكش هو هذا المارشي. عنده واحد الباب من لهيه كيخرج البوست ديال البوليس، الى مشيتو حتى للراس كتلقاو البوست ديال البوليس. المارشي هو هذا، كاين هنا الباب الكبير ديالو هنا، وهنا الباب باغي نبينك وهنا الباب الصغير ديالو. هنا كاين واحد لي طواليت، وكاين هنا الباب الصغير، واضح جدا. هنا كاين المارشي ديال باب مراكش هو هذا، الباب الكبير هو هذا اللي مقابل مع البحيره اللي كيتبعوا فيها الكتوبه، فين كيتبعوا الكتوبه وكيتصوبوا السكن، معروفه بالكتوبه. وهنا كاينه طواليت ديال المارشي، هي هذه. المارشي عنده طواليت وحده، هي هذه. كاين باب صغير هنا، شكرا. الباب الصغير هو هذا، ها هو المحل، هاو. واضح 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 جدا باش انكم توصلوا ليه. عفاكم كتبوا لي في التعليق واش واضح جدا انكم توصلوا لمحلات اواني شعيب في المدينه القديمه. الناس ديال حي الحسني، الناس ديال بورغون، الناس ديال الولفه، الناس ديال المدينه القديمه، الناس ديال الزرقطوني، الناس ديال بلفيدير، حتى الناس ديال حي المحمدي، اي واحد قريب ليه سونترفيل، النمره 50، النمره 21، النمره 11، الطوبيسات كاملين كيجيبوا لسونترفيل للمدينه القديمه. غتهبطوا حدا بلاس فيردان، ولا غتهبطوا حدا بلاس واد المخازين، غتسولوا على البحيره اللي كيتبعوا فيها الكتوبه القدام. البحيره اللي كيتبعوا فيها الكتوبه القدام راه اونفاس معاها المارشي، هو اللي وريتكم في اللايف قبيله. هذاك المارشي اللي وريتكم عنده باب صغير ديالو، حنا اونفاس معاه، يعني اونفاس مع الباب الصغير. غنعاود نذكر، اونفاس مع الباب الصغير اللي هو هذا. وكاينه ساكه هنا، ها هو المارشي، الباب الصغير، المحل، معلقين هنا لافيش، ردوا البال باش حتى شي واحد ما يكذب عليكم يقول لكم هذا هو اواني شعيب ويبيع لكم، لان فريمون كاين بزاف الناس اللي كيحاولوا يكوبيو السلعه ديالنا وما كتكونش من لا ميم كاليتي، ما كتكون زعما في نفس الجوده، حيت الا خديتي الكاس من بلاصه اخرى وتقشر لك راه ما كنتحملش المسؤوليه، الا خديتي الفراقه من بلاصه واحده اخرى وتقشرات لك ما كنتحملش المسؤوليه. الوغ دائما ملي كنبغي نتقدى كناكد وكنسول على اواني شعيب وكنتاكد من المحل، عاد باش كنتقدى راه واضح جدا. نكمل معكم اللايف، ما تنساوش انه 5 ديال الناس اللي غادي يجيو هما الاولين غدا السبت، و5 ديال الناس اللي غادي يجيو غدا هما الاولين الحد، راه غادي ياخذوا كادو. زائد انه من غير الكادو اي واحد تقدم عندنا يجيب السميه ديالو باش يربح معنا هديه. وهذا الشيء اللي كنديروا ديال الهدايا ولي كادو، هذا الشيء راه شكر لكم نتوما، راه ما كنديروش باش انكم زعما باش يجيو يتقداو، لا، هذا شكر للزبناء ديالنا، لان فريمون كتربطنا واحد العلاقه زوينه ووفيه. انا ملي كنتلاقى مع الناس اللي كيتقداو عندي كنسمع كلام زوين ورائع، لهذا كنحاولوا دائما نديروا الكادوات باش نفرحوا ذوك الناس اللي كيتقداو عندنا. غنعاود نذكر هذه راه فيها ثمن زوين، ما غاديش نقدر نقولها في اللايف، سميتو طلبا او طلبا من السيد اللي كيبيعها، لان فريمون هذه راه كيبيعوها على برا ب 500 حتى 600 درهم، وحنا دايرين ليها ثمن واعر. ملي غتجيو عندنا غنقول لكم الثمن ان شاء الله، وكونوا اكيدين انه اللي جا وسمع الثمن ديال هذه مباشره غادي ياخذها، لا هذه لا ديال جوج طبقات. انا راه مبرعين عليكم، شوف السلعه كي دايره، كاينه هذه. ما نساوش الفراقه، الباك 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 شعيب، باك شعيب هو اللي ما بغيتكمش تنساوه، بغيت المغاربه كاملين يجيو ياخذوا الباك ديال شعيب، لانه يقدر يسالي في اقرب وقت. بلاطو اللي هو هذا، ها هو هذا البلاطو، شوفوا كيفاش داير، والفراقه والتبصيل في 7 ديال الطباسل، هادو ب 199 درهم، راه فريمون ثمن سبيسيال
اللي اي واحد ما غاديش ياخذو دابا يقدر يندم عليه من القدام ويقول علاش ما خديتش. الناس اللي باغيين ياخذوا كادو، عرفتي شي واحد دير لي هذا الكادو هذا راه يضروا راسه. راه كادو ديال 800 درهم هذا غتشري ب 4000 ريال زوينه، اللي قريب عنده شي عرس، اللي قريب عنده شي مناسبه، اللي بغى يتهلا في الكوزينه ديالو يجي ياخذ هذا الكادو. الناس ديال الكادوات جيو خذوا الباك وخبيوه حتى تجي المناسبه وديه ليا بوجهكم احمر. راه بنادم غيحل هذا الباك هذا راسو غادي يضر 4000 ريال. مرحبا بكم. ندوزو لداك الشيء اللي كيعجبكم. 1200 ريال وداك الشيء، هادو لي بونبونيغ كنبيعو 4 ب 1000 ريال، 4 ب 1000 ريال. هاد البونبونيغ حتى هي كنبيعو 4 ب 1000 ريال. هاد البونبونيغ كنبيعو 5 ب 1000 ريال. واحد القضيه كنت قلتها لكم، قلت لكم ان هذا التبصيل غادي يتزاد في الثمن الى عقلتو. كنقول لكم جيو خذوا هذا 4 ب 1200 ريال، والمويان هو هذا 3 ب 1200 ريال، والكبير 2 ب 1200 ريال. واحد المعلومه غنقولها لكم، ان هذا 4 ب 1200 و 3 ب 1200 وجوج ب 1200 راه اخر مره، هو الويكند، لانه مشيت باش ناخذ البارح ولقيته تزاد في الثمن. يعني انا باقي عندي لو ستوك، الناس اللي غيجيو ياخذوا السبت والحد راه غتاخذوا غير من ستوك. الوغ اثنين ان شاء الله غتسمعوا ثمن اخر في هذا، يعني ملي غتسمعوا ثمن اخر ما تقولوش شعيب على زدتي، لا ماشي انا اللي كنزيد في الثمن، هما تزادوا في الثمن. واللي بغى ياخذ من الكبير ديال الصغير غياخذوا ب 1300 ريال. هاو كاين الصغير وكاين المويان وكاين الكبير، هادو كاملين ندوزو من هنا باش يبان من الكبير الصغير. هادو كاملين ب 1300 ريال، 1300 ريال. ولا بغيتي جوج كبار ب 1200، 3 مويان ب 1200، و 4 صغار ب 1200. كنظن ان الثمن واضح جدا. هادو 3 ب 1200. كيف هاد المزوق هذا، كيف هاد الابيض؟ بالنسبه لهاد الابيض هذا، هذا ممكن الثمن ديالو كيطلع وكيهبط بحال البورصه. ممكن اليوم نقول لكم جوج ب 1000 ريال، غدا نقول لكم جوج ب 1200. مي هاد الزواقه هادي راه ما غتبقاش. اذا الناس اللي عاجبها هاد الزواقه يجي بروفيتي، لانها ما غاديش في اي لحظه تقدر تقاده. غندوزو لهاد الباك هذا واعر ب 1400 ريال، زوين فيه 24 بياسه، الثمن ديالو كان كيدير 180 درهم. الناس اللي مازال ما استافدوش من العرض ديال هذا يجيو ويبروفيتيو ليا مع راساتهم. وهذا كيدير 1200 ريال. الناس اللي باغيين يعمروا الكوزينه دائما كنذكر نتوما مباشره من محلات اواني شعيب، وهاد المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا ديال المدينه القديمه، المحل اللي كاين مقابل مع الباب الصغير ديال المارشي، الباب الصغير ديال المارشي. الناس اللي لا دخلوا اللايف عافاكم عاودوا تفرجوا في اللايف من الاول، غدوز واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق راني كنعات المحل فين كاين. جبنا لكم هاد ليمون المدينه، ما كانوش يلا جبناهم، ليمون ثقال واعرين. الناس ديال بورغون والناس ديال المعارف وداك الشيء كيعجبهم هادشي، والناس ديال المدينه القديمه حتى هما كيعجبهم هادشي. هذا ثقيل نورمالمون، الثمن ديالو كيدير 250 درهم. تخيلوا معايا مول كيدير 250 درهم، حنا دايرين ليه 130 درهم. واعر 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 خطير، عرفتي والله العظيم الا كليت الكيكه ديالو انا شخصيا طلعت واعر، ما كيحرك ما والو، الكيكه ديالو كتطلع بنينه، كيطلع فيها بحال اللوز ولا ما عندك كي. تحيه لليلى، تحيه لليلى اللي مع لوكسوس ذوقاتنا من الكيكه ديال هذا. برافو تبارك الله عليك الانسه والاستاذه والسيده، لا سيده ماشي انسه، السيده ليلى على الكيكه اللي عطيتينا كلينا من هذا من هذا المول هذا. برافو شكرا. 2600 وهذا الطويل حتى هو 2600. دائما كنذكر وكنقول انه راه في اي لحظه، مع الاسف مع الاسف مع الاسف، وهذا الشيء فريمون كيضر في الخاطر. الاثمنه كامله كتزاد بواحد الطريقه كتقول لا حول ولا قوه الا بالله، فريمون زعما في العالم ماشي غير في المغرب، لما الحوايج كلشي تزاد والسلعه نهار على نهار كتزاد. راه كنذكر غنشرح لكم بالخشيبات باش تفهموا، لان كاينين الناس تبارك الله كيشوفوني دابا فاهمين، ما كاين الامهات ديالنا اللي ما غاديش يفهموا، نبسطوا ليهم نبسطوا. هاد السلعه اللي كتشوفوا نتوما دابا كتجي من خارج المغرب،
كتجي في واحد لي كونتينر، واحد الكميوات كبار. هذوك الكميوات كبار، ماشي كميوات غير باش نشرحها، لي كونتينر كانوا كيخلصوا عليهم الناس جوست المليون ونص. دابا هاد لي كونتينر ولاو كيخلصوا عليهم 16 مليون، الوغ ديك 14 مليون ونص ولاو كيقسموها على السله. بحال هاد البياسه كانت كطيح عليهم ب 1000 ريال، واقسم لي 16 مليون على هاد البياس طلع الثمن. لهذا كنقول لكم بروفيتيو بروفيتيو، غيقرب العيد الكبير غتسمعوا لي السلعه غتطلع بواحد الطريقه خياليه. الناس اللي ضابطين امورهم والناس اللي كيعرفوا شنو يديروا ومقادين البروغرامات ديالهم ومقادين البيدجي ديال المصاريف ديالهم، كنصحكم تصنتوا ليا، كنصحكم انكم تقداو قبل ما يقرب العيد الكبير. لانه السلعه انا شخصيا ملي كنهبط للسوق كل نهار كنلقى تزادت 100 الف فرنك في البيازا. كنهضر على الاواني المنزليه، ما كنهضر على حتى شي حاجه واحده اخرى، كنهضر على الدومين اللي فيه انا، ما كنهضرش على شي حاجه اخرى. وهذا الشيء الاثمنه اللي تزادت ما تزادتش غير عندنا حنا في المعن، في العالم كامل. لانني درت واحد البحث صغير في جوجل ولقيت دي زارتيكل مليوحين في مصر، في العراق، في فرنسا، في العالم كامل تزادوا عنده الاثمنه. مره كنوضح لكم، ما عرفتش واش التوضيح اللي كنقول لكم واش كيعجبكم، واش هذه الهضره اللي كنقول لكم واش مزيان تسمعوا هذه النصائح، ولا باغيين تشوفوا غير المعن. صافي نبقى 1600 1800 3000 5000 10000، اكتبوا لي في التعاليق. لا 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 خويا شفتك بحال لا حقرتي. شوفي السيد اللي قالت عرفتي علاش نقرا هاد الكومونتير، نقول لك علاش نقرا. شفتك بحال لا حقرتي الناس ديال المدينه، انا ولد المدينه القديمه اللي كنهضر معاك. تزاديت وكبرت وقريت، قريت في الوافا في ليسي مولاي ادريس في المدينه، انا ولد المدينه القديمه اللي كنهضر معاك. الناس ديال المدينه القديمه من اطيب واعظم واحسن الناس، واخا دخلوا الناس برانيين للمدينه اللي عطاو واحد ليماج خايبه على المدينه القديمه، ولكن الناس ديال انا كنتلاقى مع دراري قراو معايا في البريمير وفي الكوليج وفي الليسي، دراري نقيين زوينين الله يعمرها دار، الحمد لله كل واحد شاف المستقبل ديالو زوين. مي كاينين الناس اللي فريمون زعما كيعطيو واحد الصوره خايبه الله يهديهم، وهذا الشيء في اي بلاصه، في المدينه، في سباته، في مولاي رشيد، في المعارف، في بورغون، في سله، في الرباط، في قنيطره، في طنجه، في فرنسا، في راه كاينين شي بلايص في باغي اللي فريمون ما تقدرش تدوز منهم كاع، يعني ما كنحتقروا حتى شي حاجه. وبالعكس الناس اللي منقدم على راسي وعينيا، ومن حسن الحظ انني انا ولد المدينه القديمه، يعني الميساج مغلوط. مزيان باش كلشي يفهم، فوالا مزيان نوضحوا هادشي باش الناس يعرفوا، حيت الناس كيجي كيلقى هاد البياسه كدير 1000 ريال، غدا كيجي كيلقاها ب 14 ريال، يقول لك زدتي عليا وانت خايب وانت ما مزيانش وعلاش. لا راه ماشي حنا اللي كنزيدوا في الثمن، راه كنلقاو السلعه مزيوده من البلاصه، وكاينين شي حوايج اللي ما بقيتش كنجيبهم انا حين تزادوا. بحال دابا ديك اللعيبه اللي كانت كدور اللي عقلتوا عليها، واحد بقى عندكم ديك الفراقه اللي كدور اللي فيها سته اللي كنا كنبيعوها ب 1200 ريال، واحد الفراقه اللي كانت كدور عقلتوا عليها فيها ديال العطريه سته، ما عرفتش هذه المعلومه غدا غنتاكد منها، كنا حنا كنبيعوها ب 1200 ريال. دابا البارح سولت عليها عند الفرنيستور مولاها لقيتها ب 95 درهم. اش غنجيب ليكم؟ ما جبتهاش، قلت لي ضرب لي عليها، لان ما يمكنش بشحال غنبيعها لك وانت مولف كتاخذ عندي ب 1200 ريال، وغتجي اليوم غتلقاها ب 100 درهم ما غتشريهاش. المنطق ما كاين. ها هي ها هي كاين هادي، هاي هادي كنبيعوها ب 1200، ها هي باقا عنده. شوف هادو باقيين جوج بياسات غتبيعهم ب 1200 واخا تزادت في الثمن، اللي غيسبق لهم هما الاولين الله يسهل عليه. ها هما كنتمنى ان مولاهم يعاود يرجع في الثمن، واخا حتى هو ما عليه والو، حتى هو السلعه كتجي غاليه من تما والترونسبور كيتخلص غالي عليه. هادو كنبيعهم ب 1200 درهم، بقاو جوج بياسات ولاو دابا جمله ب 95 درهم. اذا كيفاش غنديروا ليهم هادو؟ تب تليفونك خليني نبركك. صافي خليني، شوف دابا خليني نوريكم السلعه. شوف جبد لي عفاك اللايف نوريك ندوز السلعه. دائما كنتوما مباشره من المحلات اواني عاتي غندير لكم واحد والله يهدي المحتكرين المستغلين اللي جا الناس مع الاسف. غنحاول انني نوريكم السلعه دابا بشويه باش نزيد معكم واحد 10 دقائق ديال السلعه باش ندوزو لسميتو باش نساليو اللايف وكل حاجه. غنبين بشويه باش تركزوا، خلات هذيك السيده قالت لي نبرقق مزيان. دائما كنذكر وكنعاود، نتوما مباشره
من محلات اواني شعيب. وهذه المره راه كندير معكم اللايف من المحل ديالنا ديال المدينه القديمه اللي ها هو غنعاود نذكر. ها هو المحل ديالنا راه حنايا اون فاس مع الباب الصغير. ها هو الباب الصغير ديال المارشي منين دخلت السيد. هذا الباب الصغير ديال المارشي ديال باب مراكش. هو هذا الباب الصغير. كاين واحد الساكه هنا. ها هو المحل. سمحي لي اختي واحد دقيقه عافاك. شكرا. الناس اللي كيشوفوا اللايف دابا التشجيع ديالكم دائما كنقول راه التشجيع ديالكم هو الدعم ديالنا. بغينا بزاف ديال القلوب هنا 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 هنا. يلا يلا كلشي كلشي ديال القلوبه وبارطاجي من هنا. عرفتي دابا بالعربيه ما كنفهم في والو. بارطاجي بالعربيه هي مشاركه. ها هي هنا وغتكليكي على هادي وغدير هنا نشر. هاي وغنعاود عاوتاني نكليكيو على مشاركه وغنديروا هنا في المجموعات. غيخرجوا لكم الجروبات بحال هكا وغتكونوا نشرتي لينا اللايف ديالنا في الجروبات وفي البروفيل ديالك. ما تنساوش القلوبه وما تنساوش القلوبه هما هادو كيف كنقول لكم والبارطاج. شكرا لكم بزاف والف الف مرحبا. هاك اخويا هاك شفت بحال هكا. خليني نوريهم. كاين هاد الكيسان هادو تيديروا 1200 ريال. ها هما واعرين. وكاينين هادو راه جبناهم الثمن ديالهم كيديروا 1000 ريال. واعرين 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 خطيرين جدا. ها هما 6 لي مينارك ديال فرنسا. 6 ديال الكيسان ب 1200 وهادو حتى هما 6 ب 1200 ريال. وكاينين هادو حتى هما فيهم ثمن مناسب. هادو كنبيعو 6 ب 35 درهم وهادو حتى هما ديال لاف ولاو 6 ب 35 درهم. وكاينين هاد الموديل حتى هما. كاينه هاد الكبورت كاطو الثمن ديالها 1200 ريال 1200 ريال. وكاينه هادي اللي بلا رجل كدير 100 درهم واللي بالرجل كدير 2200. وكاينه هذه ديال الخشب الثمن ديالها 100 درهم. وكاينه هذه كدير 1000 ريال الهاشوار مانيويل. غادي ندوزو بشويه علينا وغنمشيو. هاد كاين هاد كاين هاد التفصيل هذا مازال ديسپونيبل كنبيعو 4 ب 1000 ريال. وكاينه هذه كنبيعو 4 ب 1000 ريال. وكاينه هذه هذا كنبيعو غارق 3 ب 1000 ريال. درب اينوكس 2600 دائما مباشره من محلات اواني شعيب للمدينه القديمه اون فاس مع الباب الصغير ديال المارشي ديال باب مراكش اللي مقابل مع الباب ديال البحيره اللي كيتبعوا فيها الكتب قدام. اللي ما عرفش المحل يكتب لي في التعليق عافاكم. واللي عرف يكتب لي الله يرحم لكم الوالدين. كتبوا لي انا عارف المحل فين كاين او عرفت المحل فين كاين. اللي ما عرفش يقول لي ما عرفتش المحل فين كاين. كاين عندنا هذا الباك كيدير 2000 حتى 3000 ريال. باك ميكسور الهاشوار الترموس جوج ب 1200 ريال كيسخنوا مزيان. عندنا هذا الموديل وعندنا هذا الموديل. وكاين عندنا هادو كاينين هادو سفيان كاين هادو ب 100 درهم وكاين هادو ب 100 درهم وكاين هادو ب 3000 ريال. جبت لي الترموسات واعرين نوريهم للناس. كاين عندنا هذا المقراج هذا ب 2400 وهذا حتى هو ب 2400. وكاين هذا البومبي هذا جوج ونص ب 1600 3 يطرو ب 1800 4 يطرو ب 100 درهم وخمسة يطرو ب 2200. الثمن ديال هذا نفس الثمن ديال هذا ولاو بحال في الثمن. جوج ونص ب 1600 3 يطرو ب 1800 4 يطرو ب 100 درهم وخمسة يطرو ب 2200. البونبونيغ كنبيعو 4 ب 1000 ريال. اي 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 خويا راه غدوخ ليا الناس. انت راه غتسطي ليا عباد الله. السي حمزه السي سفيان هو 3000 ريال واعر. دائما كنذكر المحل ديالنا اللي كاين في القريعه. المحل ديالنا اللي كاين في القريعه غتسو هادشي اللي كتشوفوا دابا راه كاين في المحل ديال القريعه. الرومبوا ديال مالي البونج الرومبوا ديال دو لي دول في القريعه غتوصلوا ليها. غتسولوا على قهوه لو بولفار حنا ملاصقين معاها. ولا ملي تسو حنا ما كايناش في القريعه لداخل. حنا جينا في الشارع اللي غادي جامع السنه.
الشارع اللي غادي يجمع السنه غتسولوا على قهوه ديال لو بولفار، حنا مقابلين، حنا ملاصقين معاه. ولا سولوا شي غارديان حدا الرومبو ديال دولي دول، قولوا لي اواني شعيب. اللي ما عرفش سولوا غير شي ثلاثه الناس، غير واحد فيهم غيوريكم غارديان، سولوا حانوت، سولوا شي مره دايزه من تما، قولها واحد السيد كيبيع الماعن هنا كيدير لهم الصوت سميتو شعيب، غيوريكم المحل. هادشي حتى توصلوا الرومبو ديال دولي دول، الرومبو ديال مالي البونج. بالنسبه للمحل ديالنا ديال المحمديه، ركزوا معايا مزيان، المحل ديال المحمديه كاين واحد الجامع تما معروف سميتو جامع مالي، مسجد مالي، توصلوا حداه سولوا على تيلي بوتيك عيشه. المحل ديالنا اون فاس مع تيلي بوتيك عيشه، الناس ديال الرباط وقنيطره وسله ومحمديه وبن سليمان، راه قريبه لكم المحمديه. سولوا على جامع مالي، غتوصلوا لجامع مالي غتسولوا على تيلي بوتيك عيشه، حنا اون فاس معاه. بالنسبه للناس ديال البرنوصي، الناس ديال البرنوصي غتسولوا على السوق النموذجي اللي كاين في البرنوصي اللي حدا الترامواي، كاين واحد النقاشه تما، حنا اونفاس مع النقاشات من هنا، ولا اونفاس مع العيالات اللي كيبيعوا البغرير. غتسولوا النقاشات ولا غتسولوا العيالات اللي كيبيعوا البغرير، وتاكدوا من لافيش، راه معلقين واحد لافيش فيها اواني شعيب، حيت بزاف الناس حتى في البرنوصي كيكذبوا، تيقولوا حنا هما شعيب، ولكن اواني شعيب عنده جوج محلات ملاصقين. في البرنوصي عندنا جوج محلات ملاصقين، وفي القريعه محل ديالنا واحد، وفي المدينه هذا المشكل كيوقع في المدينه وفي البرنوصي. البرنوصي عندنا جوج محلات ملاصقين، هذا فيه الصولد وهذا فيه الصولد، بين وكاين واحد الباش فيه اواني شعيب. غتسولوا على، سولوا العيال اللي كيبيعوا البغرير، وسولوا ولا سولوا النقاشات، كلهم كيعرفوني. المحل ديالنا ديال المدينه راه باين، ها هو اي واحد غادي يجي غيجي لهاد الزنقه هذه معروفه اللي كاينه في درب الانجليز، هذه هاد الزنقه هذه اللي كتدي اللي كيف كيتباعوا، كاينين الطاكسيات، الطاكسيات ديال اللي كاينين حدا مدرسه عبد الواحد مراكشي واللي كيجيبو من فيردان. وهنا كاين الساكه، وهنا الباب الصغير ديال المارشي، ها هو المحل، ها هو اواني شعيب، ها هو عندنا غير الماعن، ما كنديروا لا مواد غذائيه لا الحوايج لا ماكياج لا حتى شي حاجه، عندنا فقط المواد الغذائيه. غتلقاو سفيان في الاستقبال ديالكم. مرحبا بكم سفيان، هو اللي كاين في مرحبا، شكرا، كيرحب بكم سي سفيان. غتلقاو غير سميتو غتجبد لي اي واعر 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 هادشي، ما شاء الله ما اللهم بارك. هادو 3000 ريال، وهادو 3000 ريال، وهادو 100 درهم. الناس اللي بغا ياخذ هادو تا هما 100 درهم. هادو 60 تا هما. راه ليا ديال 1200 ريال اخويا. ديال 1200 راه عندنا جوج موديلات، جبد لهم حتى هذا الموديل هذا. هذا. ديال صافي جبد هذاك براك. بغا تجبد حتى هذا؟ ماشي مشكل. سير يلا. التشكيلات اللي كاينين، التشكيلات زوينين. انا راه دائما عندي مشكل مع الشارجور. في واحد اللايف قلت خارج كازا كنصيفطو ابتداء من 2000 ولا 1000 درهم، لي بياس ما كنقدروش نصيفطو، كنعتذروا بكل صراحه. خارج كازا، الناس اللي خارج كازا يتشاركوا شي 4 ولا 5 العائلات ويعطيو لا كوموند ديال من سكينه، النمره ديال سكينه هي هادي، هاي 07 01 21 21 26، هادي النمرة ديال سكينة، سكينة هي اللي كتصيفط خارج كازا. هاهي 07 01 21 26، سكينة القريعة هي اللي في المحل ديال القريعة، سكينة القريعة. شكرا بزاف، ميساجات زوينين كنشوفهم في التعاليق، واو تبارك الله عليكم، هادشي زوين، الناس حافظين الثمن، شكرا بزاف. الناس كيجاوبوا الناس كيجاوبوا الكليان اللي كيسول شي سؤال، كاينين عيالات حافظين الثمن، كاينين كليانات والله الا حافظين الثمن ديالنا، تبارك الله عليكم، شكرا بزاف. غنعاود نوريكم ديال 1200 هادو ب 1200 ريال، ما عرفتش واش باينوا لكم ولا لا، جوج وتادو ب 1200 كيسخنوا مزيان، وهادو 100 درهم، ها هادو 100 درهم، وهادو حتى هما 100 درهم، واعرين هادو كيبانو كلاس، وهادو 3000 ريال، فيهم هاد الشكل هذا وفيهم الذهبي. وغادي ندوز للمولات اللي قلت لكم 2600.
الطاجين 1200 ريال، البراد كاين هذا ب 1600، اللي كبر منه هذا ب 600، كاين الصغير ب 16، هذا ب 1800 درهم 2200، 16 1800 درهم 2200، هذا حتى هو نفس الثمن الفيرزاتشي، وهذا حتى هو نفس الثمن. المقراج الملون ما بقاش عندنا في المحلات الاخرين، مازال ديسبونيبل في المدينه، هذا كيدير 1000 ريال. الطحانه ديال العطريه 1200 ريال، المباخره كاينه ديال 900 ريال، وكاينه ديال 1000 ريال، وكاينه هذه ب 50 ريال، هذه واعره 50 درهم، ما عرفتش علاش كتعجبني هذه. جبد عليا اخويا. كنذكر وكنعاود انتم مباشره من محلات اواني شعيب، وهذه المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في المدينه القديمه، الباب المحل ديالنا اللي اونفاس مع المارشي، الباب الصغير ديال المارشي، الباب مراكش. ما تنساوش خمسه ديال الناس اللي غادي يجيو هما الاولين غدا السبت، غتقدا غتاخذ كادو، كادو رمزي، كادو زويون اللي غادي ينفعك في الكوزينه. وحتى نهار الاحد خمسه الناس اللي غادي يجيو هما الاولين حتى هما غادي ياخذوا كادو رمزي، زائد غادي نزيد واحد القضيه واحده اخرى، حتى الناس اللي غادي يتقداو اكثر من 1000 درهم مباشره غادي ياخذوا كادو الوقت اللي جاو فيه. الناس اللي غادي يتقداو اكثر من 1000 درهم في اي وقيته جاو غادي ياخذوا داك الكادو الرمزي ديالهم، زائد انه اللي جا تقدا من عندنا بزاف ديال الكادوات. الخمسه الاولين غادي نركزوا معايا، الخمسه الاولين اللي غايجيو السبت واحد غياخذوا كادو، واضحه؟ اللي تقدا اكثر من 1000 درهم غياخذ كادو، واضحه؟ اي واحد جا في اي وقيته غيجيب معاه الاسم ديالو ورقم التليفون باش يشارك في الطومبوله وغير حتى هو كادو. انا يلا تفرجت في واحد اللايف وليت مدمن، المهم اللي ما شريت نزاوي ياخذ فكره. مرحبا بالاخت وفاء، وبكل صراحه حنا دائما جوعيب بغيت نجي عندكم للقريعه، واش نعيط لسكينه؟ تقدري تواصلي مع سكينه، القريعه فيها كل شيء، هاد الساعه كل اللي كتشوفوا دابا كاينه راه ديسبونيبل في المحل ديالنا ديال القريعه. شوفوا هاد الكويسات زوينه كيديروا 1800 ريال، مازال غير في هادو البروميير لوريجينال ديالهم، البراد 120 درهم والبلاطو 3000 ريال. غنعاود نذكر باك شعيب اللي هو هذا، باك شعيب اللي هو هذا اللي فيه بلاطو، هو هذا بلاطو، بلاطو وتبصيل على 6 وفراقه، باك شعيب كيدير 4000 ريال. مرحبا بكم، 200 درهم باك شعيب، ديسبونيبل في المحمديه، ديسبونيبل في المدينه، ديسبونيبل في القريعه، ديسبونيبل في البرنوصي، ألف مرحبا. كنذكر عاوتاني الهاشوار إينوكس 3000 ريال، الباني غرانيت 7600، المولينكس 200 درهم اللي كطحن الزاج واعرة، الهاشوار سونيفير 4000 ريال، الطحانة أندو 3 3000 ريال، والبلاندي 4000 ريال، العصاره ديال الليمون اينوكس 1800، الكوكوت 3 يطرب 7000، لا 3 يطرب 7000، 4 يطرب 8000، 6 يطرب 9000، 8 يطرب 10000. الكوكوطه حتى هي الكوكوطه الومنيوم فيها ثمن مناسب، الكوكوطه غتزاد في الثمن. جوزونس اللي كانت ب 2500 ما غتبقاش، لهذا مازال هذا الويكاند الا كانت باقا عندي في شي محل سير خذوها، جوجونس ب 2500 غتولي ب 3000 ريال نهار الاثنين ان شاء الله، من دابا نعلمكم يعني سيرو بروفيتي، وراه كنعلمكم قبل ماشي غير كنحطكم في امر الواقع. كاين هاد لي باك هادو تا هما فيهم ثمن واعر تتجيو، كاين الكيسان 1400، كاينين هادو 1200، كاينين هادو ديال اسبانيا اللي هما هادو 1800 ريال مربعين، وكاينين هادو تا هما 1800. الناس اللي بغاو يتقداو تقدروا تجيو اليوم الجمعه، ما كنسدو حتى ل 10 باش تلقاو الدنيا خاويه، حيت ممكن كاين ممكن غدا السبت يكونوا الكليان، حيت بزاف د الزبناء كيتسناو الويكاند باش يتقداو. لهذا الناس اللي بغاو يجيو يتقداو اليوم الجمعه راه مازال الحال. يلاه دابا الاربعه، يلاه الثلاثه، ياك الثلاثه مازال الوقت فين تقدروا تقداو داك الشيء. الف الف مرحبا بكم. هادو راه مازال ديسبونيبل عند مهدي، التيتانيك اللي عندهم اليدين ديال الاينوكس، تبصيل بلاطو 1000 ريال، الفراقه 14، الفراقه ميلامين 1400 ريال حتى هي زوينه. ما عرفتش شنو ما بين الصراحه، واقيلا بزاف د اللعيبات ما بينتهمش،
ولكن راه السلعه كلها موجوده ومتوفره. هادو 3000 كي جاوك هادو؟ ها زوينين. دو خوك ماشي هادو خوني. باش حسيتي ملي شتي هادو مباشره؟ خاصني نعمرها تاينا. ها دخشي كيبان واعي مباشره. حتى واعي والله العظيم. عشي شتك وقفت حدهم بقيتي كتشوفي فيهم والله العظيم. زوينين السلعه نقيه ان شاء الله. الى الى كان الى الى بغيتي تاخذيهم مرحبا، الى ما كانش موجود الرزق دابا ان شاء الله يا ربي يوجد الرزق وتجي تاخذيهم، مازال كاينين ان شاء الله. اللي ما شريت تنزه، جيو تنزهوا لي مع راسكم. جيت من عندك هادو؟ ها هما هادو 50 درهم. كاينه بانيني مزيانه. مرحبا خويا. خذ خذ عند دخل مع الداخل. الناس ديال الكادوات كاينين هاد التبصيل على ثلاثه ما غيبانش مزيان. كاينه السوبيره. بغيت نوريكم المقله، المقله 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 العجيبه، المقله العجيبه. ها هي جبنا لكم اكورد، راه ثقيله هادي، ثقيله اكورد اوريجينال ديال اسبانيا واعره. كاع الناس اللي خداوها عندنا في هذا الاسبوع هذا تواصلوا معنا في الواتساب وشكروها بزاف. البراره الصفرين زهرة عبدو راه كاينين في المحل ديال المدينه القديمه. ها هما مازال واحد 6 ديال البياسات، الا قدرتي تسارعي وتجي ليهم راه كاينين 820 درهم. وهذه المقله العجيبه الثمن ديالها 4000 ريال. بلاطو لينوكس 1000 ريال وكاينه 1200 ريال. المقله العجيبه 4000 ريال ثقيله والله الا ضراتني يديا. الترموسات 3000 ريال. المهم ما نطولش عليكم اللايف بزاف، عاود عطيني اخويا داك اللايف نذكروا الناس كيفاش يبارطاجيو وديروا لي كومونتير باش نختموا اللايف. دائما كنذكر نتوما مباشره من المحلات اواني شعيب، كندير معكم اللايف من المحل ديالنا ديال المدينه القديمه اللي مقابل مع، اسمح لي عافاك واحد شويه انا دوزينه دوزينه باش ما نبينكش. المحل ديالنا اونفاس مع الباب الصغير ديال المارشي هو هذا. دخل اسيدي شوف سير سير انا جاي عندك. ها هو الباب الصغير ديال المارشي هو هذا، هو هذا المارشي ديال باب مراكش اللي شفتو اللايف من الاول، المارشي اللي مقابل مع البحيره. ها هو المحل واعر، هو هذا اواني شعيب، هو هذا المحل. 1200 ريال الترموسات، هادو 100 درهم، هادو 3000 ريال، المولات 2600. غنعاود نذكر عاوتاني وغادي بلاتي عافاك اسمح لي واحد دقيقه عافاك، وغنعاود نقول لكم الباك شعيب 4000 ريال، 4000 ريال مرحبا بكم. البراد ديال الزاج 1800 والكبير 100 درهم، واعر واعر خطير جدا. البلاطو 3000 ريال، الكيسان 1800، البراد 2400، الفراقه رويال واعره فيها ثمن مناسب المربعه، وكاين حتى هذا الاوفال ديالها. سلعه زوينه مناسبه، السلعه كامله متوفره في المحل ديال المدينه القديمه. مرحبا بكم. بالنسبه للمحل ديال المحل، انا غنحاول نقرا التعاليق ديالكم بزاف عافاكم، غنذكر المحلات فين كاينين ومباشره غنقرا التعاليق. اعطيني اخويا. المحل ديالنا اللي في المدينه القديمه مقابل مع المارشي الصغير، الباب الصغير ديال المارشي ديال باب مراكش. المحل ديال المحمديه حدا جامع مالي اونفاس مع تيلي بوجيك عيشه. والمحل ديال البرنوصي غتسولوا على السوق النموذجي اللي حدا التراموي، سولوا غير النقاشات راه حنا اونفاس مع مالي البغرير، النقاشات وعيد الكيوب على البغرير حنا اونفاس معاهم. اواني شعيب. ما تنساوش المحل ديال ديال القريعه، الرومبو ديال دولي دول، الرومبو ديال مالي البونج. غتسولوا على اواني شعيب ولا قهوه لو بولفار. اللي ما عرفش شي حاجه يدخل لاباج ديالنا اوفيسيال، لاباج ديالنا فيسبوك اواني شعيب، حاطين فيديوهات كنعتوا المحل. لاباج هي هذه، اللايف هو هذا. دائما كنقول الدعم ديالكم لينا هو البارطاج والقلوبه، بغينا اكبر عدد ديال البارطاج من هنا ديال لي جيم. غتلقاو لي جيم والقلوبه هنا، هذا بالعربيه غتلقاو هنا اما بارطاجي ولا بالعربيه نشر. غتكليكي على هذه غديرها وغادي وغدير بيبلي، او غتجي لهنا وغتكتب تعليق، دير لينا تعليق ايمونتيكون خلي لينا قالب ولا شي كلمه زوينه بحال هكا. هنا بهذه الطريقه غادي تكون
خليتي لينا قلب وتعليق وكومونتير وشكرا. ما تنساوش اليوم ان شاء الله غادي نتلاقاو في اللايف ديال المدينه اللي غنديروا معكم اللايف في المحمديه، وغنديروا معكم كذلك اللايف في البرنوصي، وغنديروا معكم ان شاء الله اللايف حتى من المحل ديالنا ديال القريعه. اليوم غتبرعوا لايفات وغندوزوا الوقت مع بعضياتنا ان شاء الله، وبزاف ديال المفاجات ان شاء الله غادي يكونوا معنا. الف الف مرحبا بكم، ما تنساوش تبارطاجيو اللايف مع اكبر عدد ديال الناس اللي كتعرفوا، وشكرا. خويا كاينين المباخرات، كاينين من كاينه المباخره ديال 900 ريال، وكاينه ديال 1000 ريال، وكاينه ديال 1200. اميمه كتقول تو وخليها قلب. حفيده قالت ما شاء الله عليكم شكرا. نسرين طاقات واحد البنت سميتها حنان باش تقول ليها دخلي تشوفي اواني شعيب. ساره كتقول كلشي طوب تبارك الله عليكم شكرا. مناشا هذا كتسول على المباخر، ما عرفتش من المباخره، واش المباخره ديال اللحم ولا ديال سميتو. لها صور شنو الفرق ما بين 150 درهم و 4000 ريال؟ عافاك بغيت ناخذ وحيره ديال 3000 ريال فيها 250 واط، وديال 4000 ريال فيها 300 واط. الا كنتي واحد الانسان اللي كتحتافظي، وهذه ديال 3000 ريال درتي فيها غير الخضره ودرتي فيها غير البصله والربيع واللحم، راه ما تخافيش منها، راه فحال هذه فحال هذه، غير هذه شويه الموتور ديالها دايز طالع على دائما لاشوار. كنقول ما ديروش فيها العطريه، ما ديروا اجنوا هذاك اللي كيسخن العطريه اللي كيسخن لاشوار، سميتو هذاك اللي كيسخن لاشوار الزنجلان، ما ديروش الزنجلان في لاشوار. دائما كنقولها غيسطيوني العيالات، ما ديروش الزنجلان. كاين اللي كيدير الزنجلان وكتحلي، ولكن انا كنصحكم ما ديروش الزنجلان. كاين في الزنقه اللي كتخرج لحدا البوست ديال البوست البوليس، برافو. شحال البرمه ديال لينوكس؟ البرمه ديال لينوكس كتبها من 3200 3600 4800. نقرا التعليق. تبارك الله عليكم ليلى كتقول، ليلى كتقول اللهم يسر شكرا. الهاشوار شحال فيها منوس؟ فيها 5. مناشدة الرحمن كتخلي لينا واحد ليمون تيكون زوين. نيسين كتقول ديما ديما باك شعيب ديما منور شكرا. ديما ديما باك شعيب، الله يجزاك النهار اللي تقري التعاليق والله الا برافو عليكم شكرا. فاطمه الزهراء كتقول شعيب الله يزيدك خير في خير شكرا امين يا ربي. ظاهره كتقول الله يسخر شكرا. شعيب ونعم الاخلاق، ربي يخليك لاله فاطمه الزهراء عفيفي ربي يخليك. بشرى كتقول هادشي زوين ربي يخليك. الفراقه ذهبيه بشحال؟ الفراقه ذهبيه ما غنقولش الثمن ديالها في اللايف، لاننا كنبيعوها بثمن سبيسيال، وهاد الثمن خلق لينا مشكل في واحد اللعيبه، لهذا ما غنوضحش وما غندخلش في التفاصيل. جيو غتلقاو مناسب ثمن مزيان في الفراقه، حتى تجيو للمحل وغتسمعوا المحل مباشره، ما غنقولوش في اللايف باش ناس اخرين كيبغوا ترزقوا فيه وكيبغوا يطلعوا فيه الثمن. الله يسهل عليهم، انا دائما كنقول الله يسهل على كاع المحلات التجاريه، وكنقول الناس اللي كيشوفوني في اللايف تقدوا من عند المحلات ديال الماء، الله يسهل عليهم كل واحد الله ييسر ليه. حنا بغينا كل شيء، حنا بغينا لكل شيء للربح. انا ما كنقولش لكم انا كنبيع لكم بالرخاء وجيو خذوا عندي والاخرين خليهم يتشمشوا، لا القضيه ما كنقولهاش انا، انا كنقول اي واحد حدا شي مول المعن تقداو عنده والله ييسر ليهم كاملين، بغيت ليهم كاملين الرباح، وبغيتهم تاهما يبيعوا يشرو، بغيتهم كلهم يكونوا فرحانين وناشطين وبيعين وشارين. حنا كنديروا اثمنه مزيانه سبيسيال، كنديروا السولد، كتجيو تقداو عندنا مرحبا بكم، ولكن حتى المحلات الاخرين الله يسهل عليهم تقداو عندهم تاهما. وريتكم لصحاباتي والحباب كلهم ولاو مدمنين عليك شكرا. مناشدة الرحمن دوك التيرموسات واش كاين في المحمديه؟ كاينين. ملكة كتقول دائما طوب شكرا. ام عمر كتخلي لينا قلب شكرا. ليلى كتقول الله يرحم لك الوالدين شكرا. عفاك جاوبني هادشي حمقني سعاد، علاش غنجاوبك؟ واش كاينه الفراقه في القريعه؟ كاينه. زيد 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 هذوك الطويجنات الضو غير الثمن ديالهم ما عرفتهم الصراحه، الا كان هذا راه كنبيعوا ثلاثه ب 1200 ريال. واش كاين الزرابي؟ لا ما كنديروش الزرابي، هما اللي بقاو لينا بغا صور مع راسك. اي واحد بغى يجي عندنا المحل وبغى يصور يصور، ما يصورش لا ما يصورش غير الكوميرسيال الدراري اللي خدامين صافي. اما كيف حنا ما كنصوروش الكليان، اما السلعه صوروها، صوري وصيفطي لصحاباتك
اللي بغى يدير ابيل فيديو مع شي اختو يجي للمحل ويدير مع ابيل فيديو خذوا راحتكم، حنا ما عندناش داك التمكريب لا ما تصورش ليا المحل لا اش كتصوري لا ما ديرش ابيل فيديو. صوروا مني تجيو للمحل ديالكم، بغيتكم تاخذوا راحتكم وتحسوا براسكم انكم في داركم، هذا هو الاهم. حسوا براسكم مني تجيو عند اواني شعيب، حسوا راسكم في داركم، واي حاجه ضراتكم في محلات اواني شعيب ها الواتساب ديالي 0626 75 25، جيو وريكلاميو ليا، ديك الساعه غنشوفوا المشكل اشنو اللي كاين وغنحلوا اي مشكل. بغينا كلشي يكون على خاطره وكلشي مرتاح وكلشي ناشط. واش كتصيفطوا لفرنسا؟ لا ما كنصيفطوش لفرنسا. الا عندك شي عائله ديالك هنا تجي تقدا عندنا، راه كاينين موالين الترونسبورات في سباته وتصيفط لك السلعه ديالك. شعيب غادي نبقى نعيط لك مرضي الوالدين، ربي يخليك. شكرا بزاف لالا فاطمه الزهراء عفيفي. الهاشوار خويا شحال فيها من واط؟ كاينه وحده فيها 250 واط وحده فيها 300 واط. ما كرهناش شعيب دير لينا ديكورات، والله فكر فيها الديكورات، راه عندنا شي ديكورات غنزيد فيهم مازال. اللهم بارك القلب الكبير، الله يحفظك. شكرا اخويا محمد، الله ينصرك. شكرا. الثمن ديال الترموسات 3000 ريال. الناس اللي يلا دخلوا اللايف عاودوا شوفوا اللايف من الاول، غنقول لكم شكرا ومرحبا بكم. تلاقاو في العشيه في اللايف ديال القريعه والمحمديه وحتى في البرنوصي. ما تنساوش خمسه الناس الاولين اللي غيجيو للمدينه القديمه غتقدا غتاخذ كادو، اللي خدا في اكثر من 1000 درهم حتى هو غادي ياخذ كادو رمزي، ماشي 1000 درهم الكادو ديال الباكو والكادو ديال الهاشوار كيكونوا هنا في الطومبوله. اذا اللي غيجي الخمسه الاولين غنعطيو كادو رمزي زويون، شي حاجه اللي الثمن ديالها كتسوى ما بين 30 درهم 40 درهم 50 درهم، باش ما الناس ما يجيوش متوقعين غادي ياخذوا كادو غياخذوا باكو. لا بحال واحد السيده واحد الناريات واحد الطريف واحد اللعيبه طريفه جدا غنعاودها لكم بخفه خفيفه ظريفه، قلت لهم خمسه الناس الاولين غيجيو دابا غياخذوا كادو. السيده جات عندي الله يسهل عليها، ماشي مشكل، حنا ما كنحقرو حتى كليان. جات تاخذ عندي بياسه بياسه ب 1000 فرانك نحطك فوق راسي. جات هي ما وضحتش لي، ما قالتش انا رجيت من الخمسه الاولين، كيحسب لي غير سمعاتها دابا في ديك اللحظه حيت كدير اللايف. عرفتي انا داير اللايف وقفات عليا، عرفتي في اللايف وقفات في البلاصه، انا ما يحسبليش ما توقعتش انها غادي توقف في ديك الساعه. خدات جوج طباصل كيديروا 1200 ريال، جوج طباصل بثمن رمزي. جيت قسما بالله واليوم الجمعه جبت ليها الكادو اللي كنعطيو، كادو الثمن ديالو كيتراوح ما بين 30 درهم حتى 50 درهم، وهي واخده اصلا بعدا واخده طباصل ب 1200 ريال. ومني جات شويه تقول لي هذا هو الكادو، ما بغاتني نعطيها باك ب 4000 ريال، شاريه طبسيل ب 600 نعطيها باك ب 4000 ريال. لا لا لا، الباك ب 4000 ريال والشوايه والهاشوار والبانيني كنعطيوها في الطومبوله. الناس اللي كيجيو خمسه الاولين كيعطيوه كادو زوين كيساوي 50 ولا 40 درهم. راه كنعطيو خمسه ديال الكادوات، وبعض المرات كنعطيو 10 الكادوات. الا جيت نعطي 10 الكادوات ب 4000 ريال 40000 ريال، هذيك تخيلوا معايا غنعطي 40000 ريال ديال الكادوات اللي غيجيو. فين غادي نولي؟ راه غنسد المحل؟ لا، كنعطيو كادو رمزي. هذا شكر للكليان اللي كيسارعوا كيجيو هما الاولين الصباقين. كيف شرفتونا كنشرفوا فيكم بكادو. هادشي اللي كاين باش نوضح ونعاود نوضح. شكرا بزاف، تبارك الله عليكم. غادي نقطع اللايف دابا، خمسة الناس اللي غيجيو هما الاولين للمحل ديال المدينة القديمة غياخدو كادو الباك شعيب. أي مشيتو للقريعة المحمدية البرنوصي قولوا لهم باك شعيب غيعطوك عوض 5000 ريال، راه دايرين ليه 4000 ريال فقط. وما تنساوش تشاركوا في الطومبولة، وتبارك الله عليكم. موعدنا اليوم في المحل ديال البرنوصي إن شاء الله غنديرو فيه اللايف، والقريعة غنديرو فيها اللايف، والمحمدية غنديرو فيها اللايف إن شاء الله. ألف مرحبا هاد العشيه هادي، انتظرونا. ما تنساوش تبارطاجيو اللايف. هادي ماشي طريفه، هادي فقصه حشومه عاوتاني. شوفي والله ما دويت معاها، عاودت لكم على مولات الكادو ما دويتش معاها، قلت لها لا لا على خاطرك انا هذا، انا هذا التعامل ديالي مع الكليان. حيت بعض المرات شي كليان كيتشكاو من بعض المرات كتقراو بعض التعاليق، راه كاين شي كليان هما كيستفزوا لي كوميرسيال اللي عندنا بشي طريقه فريمون زعما كيتعاملوا معاهم بواحد الطريقه مستفزه وحشومه، فهمتي؟ وجمع لي هادي وانت اش كتقال لي فريمون زعما حشومه. مي انا تعاملوا معايا بديك الطريقه كنجاوبهم، قلت لها اختي شكرا انا كنبرد وكنكالمي، كاينين الناس زوينين كيجيو عندنا بزاف، مي كنطيحوا بعض المرات في بعض الكليان اللي الله يهديه، كنتعامل معاهم بطريقه زوينه. واخا مرحبا شكرا على خاطرك اللي بغيتي وليسر، هادشي اللي كنديرو. اللايف ديال المحمديه غيكون تقريبا مع 6 7
خمسة أربعة ثمانية الله يفات كلهم شحال الساعة دابا ثلاثة ونص غيكونوا ما بين ثلاثة والحداش ديال الليل من ثلاثة لحداش ديال غنديروا لكم ثلاثة الله يفات إن شاء الله في المحمدية وفي القرية وفي البرنوسي تسناونا يلا شكرا وتبارك الله عليكم وبسلام عليكم.